السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، خبر مفرح جدا وكنا ننتظره يعني طويلا. هذا الخبر هو متعلق بإنشاء السكك الحديدية لقطارات فائقة السرعة ما بين مدينة مراكش وما بين مدينة أكادير. هذا ما يعني تمديد السكك الحديدية الوطنية في المغرب لكي تصل إلى مدينة أكادير، ثم مستقبلا حتى أقاليمنا الجنوبية كما سبق وأعلن ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذن هنا متابعينا الكرام، الخبر متعلق بإبرام شركة السكك الحديدية الوطنية في كوريا الجنوبية، والتي أقامت عقدا بقيمة 10 مليارات وون بالعملة الكورية، والتي تعادل 32 مليون دولار مع الشركة ديال السكك الحديدية الوطنية في المغرب المعروفة باسم ONCF، لتوفير خدمات التصاميم الأساسية والتفصيلية للقسم الثالث من خط مراكش أكادير، خط ديال قطارات فائق السرعة، والمخطط باش يكون بطول أو مسافة 230 كيلومتر، يعني الطول ديال هاد السكة الجديدة أو الخط الجديد ديال قطارات فائق السرعة. فهنا متابعينا الكرام، كما كان معلوما خلال يعني السنوات أو الشهور الماضية، كانت هناك منافسة كبيرة جدا ما بين شركات فرنسية بطبيعة الحال، هذا الأمر الذي كان يزعجنا في مرحلة ما، ولكن الصينيين دخلوا بقوة أيضا من خلال عروض التي قدموها فيما يخص هذه المناقصة أو هذه الصفقة. الصينيين بطبيعة الحال كانت لهم حدود أوفر بأن يقوموا بالفوز بهذا يعني المشروع أو هذا يعني توفير هذه الخدمات الأساسية في هذا الخط ديال مراكش أكادير. ولكن في نهاية المطاف، كما أعلن رسميا يوم أمس متابعينا الكرام، فإن السكك أو شركة السكة الحديدية ديال كوريا الجنوبية هي التي فازت بهذا العقد، وبالتالي سوف تعمل على يعني البدء في المرحلة الأولى ميدانيا على الأرض من أجل تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، والذي هو خط مراكش أكادير للقطارات فائقة السرعة. متابعينا الكرام، طبيعة الحال نحن نعلم الآن بعدما جربنا يعني الخط فائق السرعة ديال التي جي في، عرفنا شنو هي الأهمية ديالو، خصوصا فيما يخص الوقت، خصوصا فيما يخص تقليص المسافات بين المدن، خصوصا فيما يخص يعني الأشخاص اللي عندهم العمل اللي يقدروا على أنهم يوصلوا في وقت وجيز، وأيضا احترام الأوقات ديال هذا القطار ديال التي جي في. وبالتالي سوف تكون يعني الأهمية كبيرة جدا في أن يتم تمديد هذه المسألة ديال القطارات فائقة السرعة إلى وصولا إلى أكادير، ثم مستقبلا إن شاء الله لما لا وصولا إلى أقاليمنا الجنوبية، وأيضا تمديد هذا الخط ديال السكك الحديدية. إذا متابعينا الكرام، هذا خبر مهم جدا وخبر يعني مفرح فيما يخص هذا القطاع ديال السكك الحديدية. بطبيعة الحال سوف نتابع ونرى أيضا من بطبيعة الحال سوف تكون هناك خطوط أخرى فيما يخص الدار البيضاء مراكش ثم مراكش أكادير، لأن هذه المسألة سوف تكون يعني سوف تصل إلى مدينة أكادير كما تطرقنا، وتكون هذه الخطوط كاملة يعني بقطارات فائقة السرعة. وكما تعلمون متابعينا الكرام، فإن المغرب هو البلد الوحيد إفريقيا الذي يتوفر على هذا النوع من القطارات، قطارات فائقة السرعة. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.